انا عايزه طبعا. اسالك يا دعاء، اذا كان هو مقتدر ها، وهي مش بتشتغل عشان تحقق ذاتها، هي عايزه يبقى لها ذمه ماليه او تبقى مستقله ماديا، بصي يا استاذه ياسمين، خليني اقول لي من خلال منبرك هنا ان عمر الامان ما كان في الفلوس. لا ما تخرجيناش بره لا لا لا، ما هو بصي اصل سيكولوجيه الست دلوقتي اللي طالعه موضه دلوقتي ان هي انا معايا كام في جيبي، انا كده تمام، انا سترونج، انا اندبندنت، انا الشعارات دي انا كلها ضدها. لا انا لا شايفه دي، ان هو يطلب شايفة مني فلوس، شايفه ان دي سبب خراب البيوت المصريه، وان احنا بقينا اعلى من ان هو يطلب مني فلوس. مش عايزه ادي انا، ان الست بتقول ان الست اللي هي المستقله، انت شايفه ان ده سبب خراب البيوت؟ طبعا الست اللي عايزه تستقل طبعا طبعا. لا مش طبعا، انا بيوت. شايفه ان ده نوع من انواع الخراب المباشر والمتعمد. يعني انت شايفه ان هي لازم تبقى محتاجه يعني الراجل طول الوقت. ثواني يا مدام سامح، هو الراجل ده مين؟ هو الراجل ده عدوها يا جماعه؟ أيوة، ده جوزها. يعني هي تبقى جوزها. محتاجه الراجل طول الوقت عشان تبقى البيوت ما تخربش. خلينا بس نكون يعني حاطين، اصل انت ليكي اراء بصراحه. بصي يا دعاء، خلينا نحط انت ليكي اراء يعني مش عايزه اقول شاذه بس غريبه جدا. يعني انت بتقولي، لا مش شاذه، انت قلتي شاذه ايه يا جماعه؟ هو الشاذه اللي انتوا بتتكلموا فيه. هتكلم انت ليكي تصريح بتقولي فيه انه انا لو جوزي اتجوز عليا انا ممكن اساعده وادفع له كمان وساعده. لا، نص التصريح ما كانش كده. قولي لي نص التصريح. انا قلت ما عنديش مشكله ان جوزي يتجوز طالما هو هيعمل حاجه يعني حقه، ما عنديش مشكله خالص. وتصريح تاني قلت ان كيس ان هي حابه فلان واحد، شخص ما، والشخص ده ماديا مش مقتدر وهي مقتدره تتجوزه، جوه هاد تتجوزي، مش عيب، مش حرام، ما فيهاش حاجه. ان هي لا ما فيهاش اي حاجه، تصرف عليه يعني. ايه المشكله لحد ما هو يعني تدعمه وتقف جنبه وتعمل معاه؟ انت مش لسه قايله صدقه؟ طب خليني لا اتوقف هنا شويه. لو هتتكلمي بالدين، هي ستة خديجة اتجوزت النبي أنا ازاي؟ لسه ما قبل ما يكون نبي. لا يا دعاء انا ما اتكلمتش، اديني فرصة اتكلم. اتفضلي اتفضلي. لو احنا هطبق كلامك، انت بتقولي ما عندكيش مشكلة ان هو يتجوز عليكي. لا ما عنديش مشكلة. انت بشكل شخصي ما عندكيش مشكلة ان هو لا لا ما عنديش مشكلة، ومن داي وان انا وهو. طب لو انت في الحالة التانية ان هو كان مش مقتدر ماديا وانت بتساعديه وعايز يروح يتجوز عليكي تاني، موقفك ايه في الحالة دي؟ لو هو مش مقتدر ماديا وانتوا بتساعدوا بعض، بتشاركوا، وانا بساعد وعايز يروح يتجوز، اللي هو يتجوز واحده ايه مش مقتدره، هيتجوز واحده زيك بتشارك برضه، يتجوز مش هيبقى مبسوط؟ يعني انت هو مش هيبقى مبسوط ومرضي؟ بصي انا مع مبدا التعدد، طالما هيعمل حاجه مشروعه وحاجه لا لا كويسة. مع مبدا التعدد عشان هيبقى مبسوط. انت مع ان هو يبقى مبسوط؟ ما بصي مالك عنه. انا ليا بصت على حسابي. لا بصي انا ليا وجهه نظر او ليا فلسفه على فكره مغايره خالص. هي بتقول كلام بسيط بس انا بقول انا ليا فلسفه يا جماعه، ارجو ان انتوا تسمعوها للاخر، وهي مش شاذه خالص زي ما انت والله قلتي. انا بتكلمي من اول الفكره الحلقة. الفلسفه منحصره في حاجه واحده بس. انت هتبقى مبسوط، ده هينعكس عليا. انت هتبقى مش مبسوط، ده برضه هينعكس عليا وعلى اولادي وعلى بيتي. طب افرضي يا دعاء ان هو راح فعلا. انت بتشاركي معاه في مصروف البيت، وهو راح يتجوز واحده تانية برضه بتشارك معاه في مبسوط في مصروف البيت، وكان مبسوط زي ما انت بتقولي، مبسوط جدا لدرجه ان هو اهملك وبقى معاها، هتبقي انت مبسوطه؟ لا يهمني ليه طالما انا عامله المعادله؟ لا لانه انا عايزه اقول لك، خليني بس اكمل وجهه نظري، اشرح لك وجهه نظري. ينبسط يهجرك ليه او يسيبك ليه؟ دي حاجه يعني في مجموعه من المشاعر والتوافق وحاجات كتير قوي بيختصرها العوام في كلمه كيمياء. في بينه وبين الجديده دي كيمياء مش موجوده بينك وانت وبينه، فخلاص بقى مبسوط معاها وهجرك، هتبقي انت مبسوطه ساعتها؟ هعرف استقطبه ازاي بقى؟ قولي لا، كل ست وليها طريقتها، وده ذكاء الست. انا دايما براهن على ذكاء الست. وانت لو كنت عارفه تستقطبيها يا جماعه ما كانش يروح يتجوز عليك. لا 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 لا، ملهاش علاقه، ملهاش علاقه ان انا وحشه او مريضه او ان انا مش ذو بوزيشن او ذو منصب او ان انا مش. امال هو بيتجوز ليه يعني؟ هو بيتجوز. بصي سبحان الله، هي ربنا بقى بيقلب في القلوب، انا ماليش فيه، ماليش اتكلم في لا ده. يعني هو الراجل بيروح يتجوز على مراته ليه من وجهه نظرك؟ بصي ربنا جعل دي حاجه في الراجل، سمة في الراجل، ان هو بيحب ينوع، بيحب يجدد، بيحب ان هو يبقى فيه في حياته كذا ست. احنا مش هنضحك على بعض. طيب يعمل ده بشكل ازاي؟ ربنا اداله رخصه، اداله رخصه اعملها، لكن ما تعملهاش بشكل غير شرعي او بشكل يعني لا يقبله المجتمع اخلاقيا. على الاقل ده هينعكس عليا وعلى اولادي.
اما يبقى بابا متجوز غير لما بابا يبقى لا قدر الله ماشي شمال. دي وجهه نظري بس. وفي الاول وفي الاخر خليني اقول لك حاجه مهمه جدا جدا، الست هي الليدر، الزوجه هي الليدر، الام هي الليدر، هي اللي بايديها. انا مش بقول ده ان انا بتحامل على الست، لا لا, لا انا بقول انا براهن دايما على ذكاء الست، ان قوتها في ضعفها. الراجل الراجل هو الملاذ وهو الامان وهو الاساس في ان في انك انت دايما تحسسيه بالمعاني دي هتكسبيه. انما كون بقى اننا لا انا عايزه ابقى سترونج، انا عايزه ابقى، انت ممكن تبقي سترونج واندبندنت على فكره. انا مش ضد ان انت تبقي سترونج واندبندنت خالص خالص، بالعكس. انا بصراحه انا ايه يعني لكن متحفظه لكن على ان انت بتتكلمي على الست السترونج والاندبندنت على ان بسخريه. لا انا ما بتكلمش بسخريه، انا بتكلم الست اللي شايله البيت والست اللي بتربي اولادها في غياب الزوج، سواء كانت مطلقه او مسافره. انا ما مفهوم الست العاقله، مستقلات وقويات ويحترمنا. ما مفهوم الست العاقله اللي هي زي ماما وزي جدتي. مين قال ان ماما مين قال ان ماما وجدتك كانت واثقه ان جوزها هيتجوز عليها؟ عادي عادي جدا، ما فيهاش اي مشكله خالص. هو بقول لك حاجه، مش في حاجه اسمها في نظريه كده اطلعنا وتربينا عليها الممنوع مرغوب. انت طالما اطلقتي العنان هو مش هيعمل ده اصلا، طالما انت اديتي له مساحه انك انت ما عندكيش مشكله من دي 1 وهتشتغلي دايما على انك انت محسساه. يعني انت لو انت ما عندكيش مشكله، لو انت محسساه من اول يوم ان ما فيش ممنوع اصلا وان انت ما عندكيش مشكله ان هو يتجوز عليكي، انت شايفه ان هو مش هيستخدم الرخصه دي ويروح يتجوز عليكي؟ والله ان استخدمها انا مش هبقى زعلانه، وما استخدمهاش انا في نفس الموقف انا حاسه بنفسي وحاسه ان انا قدرت احقق المعادله.